السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير. ومدى بكم تتابعوني في القناة باش دائما نجيبكم الجديد وتعيدوا تعاودوا عقبال العام الجاي إن شاء الله. ندير شويه ملح شويه كمون شويه ملح شويه كمون وغادي نلويو عليها الشحمه ونديرها في الصفاطيل ومن بعد ان شاء الله نشويها على نعاود نشويها على الفاخر الشحمه كنت درت لها الملح ودرتها على السكر
نشربها نشبت مزيان عاد نقطعها هكا. هذه هي الطريقه ديال الشوي ديال الكبده. خوتي خواتاتي بالصحة والراحة، عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير، تعيدوا وتعودوا وعقب العام الجاي إن شاء الله وبصحتكم وراحتكم. وتحياتي لجميع متابعين قناة عبد الله البركاني وقناة أحباب عبد الله البركاني. واللي مازال عاد يشترك في القناة يدخل يشترك فيها ويفعل الجرس باش دائما يوصله الجديد. وشكرا بزاف بزاف للمتابعين الجداد والقدام، ومرحبا بالمتابعين اللي غادي عاد يدخلوا القناة. وشكرا بزاف بزاف، والله يحفظكم ويبارك فيكم، وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم.